إذن مشاهدينا متابعينا الأعزاء، تتواصل الانطلاقات والتحديات والإثارة والإبداع والتميز من هنا من أرضية هذا الميدان، ميدان السوان، بإمارة رأس الخيمة في هذا التحديات المثيرة، وعبر قناة أبو ظبي الرياضية الأولى، وعبر إذاعة أثيرة، إذاعة رأس الخيمة الناقلة لهذا الحدث المثير والانطلاقات الجميلة. إذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء، يسير شوطنا 16 بحفظنا من الله وتوفيقه الذي حمل في طياته وفي كشوفاته الأبكار المهجنات الأصايل. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين الذين أتوا من كل حجب وصوب ومن كل فج عميق للمشاركة في هذا الميدان. إذا نسير إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول وإلى أسياد، من تسيدت منذ البداية وتقدمت بهذا الشعار في المركز الأول. جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل المري في مقدمة هذا الشوط وبالمركز الأول وبالصدارة نقدم هذا التحدي المثير مع هذا الانطلاق الجميل والرائع. بينما المركز الثاني وأرى التسلل على ثاني المراكز في هذه اللحظات المثيرة، ليأتي شعار آخر ويتسلل إلى مقدمة هذا الشوط. هناك أمثال وهلال بن سالم بن طراف المنصوري يتسلل إلى المركز الأول وإلى صدارة هذا الشوط. بينما المركز الثالث الجازي وسعيد بن محمد الكليلي صاحب مجوهرات الشرق الأوسط يأتي بالمركز الثالث في هذه اللحظات. بينما المركز الرابع فهناك الوصول من الشهرية ومحمد بن سلطان بن محمد المنصوري يتقدم مع هذا الشعار. بينما المركز الخامس في الوصول والتحدي والانطلاق من الغزيل وأسرة الغزيل راعه الثيل تاتي في هذه اللحظات، واحمد بن خميس بن مغير الخيالي يتحرك مع هذه الغزيل الواصله في هذا المسار وفي هذا التحدي. اذا مشاهدينا متابعينا الاعزاء، نعود الى المركز الاول والى صداره هذا الشوط والانطلاق المثير والتحدي الجميل من أرضية ميدان السوان وفي انطلاقة مهرجان السوان الختامي 23. شاهدنا التحديات مع سن الحقائق ومع سن اللقاية، ها هنا نحن مع سن اللقاية في هذا اليوم، ننطلق مع هذه الأسماء وسن السرعة وسن الإبداع المميز، وقد سيكون يوم الختام وننتظر الختام مع انطلاقات وتحدي الحجم المشاركة في هذا الميدان. إذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء، في هذا التحدي المثير والانطلاق الجميل والتحدي المثير هناك بالمقدمة أسياد جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل البنابة المري في مقدمة هذا الشوط وبالمركز الأول وبالصدارة تتقدم بهذا الشعار الذي تميز دائما وأبدا في الانطلاقات والتحديات. يأتي شعار بن رشيد في مقدمة هذا الشوط ويقدم كل شوط لنا جديدا ومميز في هذا التحدي المثير. بينما المركز الثاني هنا في هذا التحدي المثير، هناك بالمركز الأول نتقدم مع سياد وعلي بن خليفة بن رشيد السويدي، ولكن أرى التسلل في هذه اللحظات المثيرة ليتقدم في هذا المسار امتياز، تأتي بهذا الامتياز وسويدان بن عبيد بن سويدان العامري في مقدمة هذا الشوط وبالمركز الأول بالتحدي الأول في هذا الانطلاق. ولكن المركز الثاني ثاني المراكز هناك مع سراجة ومحمد بن عبد الله بن محسن البريكي الواصل في هذا التحدي المثير، الواصل في هذا الانطلاق الجميل. ولكن ارصد يا مخرجنا المميز التسلل الملحوظ من حاملة رقم 64 تاتي بالمركز الاول في هذا التحدي، حاملة رقم 64
الحسين بالمركز الأول وبالصدارة مع بداية المنعطف الأخير، مع بداية المنعطف الخطير. روحت بالصدارة، روحت بالمركز الأول بالصدارة وبالمقدمة بالمركز الأول في هذا التحدي وفي هذا الانطلاق. ولكن أرى شعار بن رشيد مع سياد السياد وصلت في هذا التسيد الجميل، وعلي بن خليفة بن رشيد السويدي، بينما المركز الثالث هناك ثالث المراكز ربشة يا ربشة، وسوت لهم ربشة، وسعيد بن راشد بن مبارك النيادي بدأ ينطلق النيادي في هذه اللحظات المثيرة. ولكن المركز الرابع، المركز الرابع مع هناك امتياز سويدان بن عبيد العامري، ولكن العودة إلى مقدمة هذا الشوط، العودة إلى الصدارة وإلى المركز الأول إلى مقدمة هذا الشوط. الله يا حاملة رقم 64 هي بالمركز الأول وهي بالصدارة هنا بالمقدمة وصدارة هذا الشوط هناك بالمركز الأول، ولكن نجم النجوم يصل في هذا التميز، ينطلق مع المركز الثاني مع انطلاقاته وأمال جميرة وشواطيها، تنطلق السياد وعلي بن خليفة بن رشيد السويدي. الله الله يا بن رشيد، يا بن رشيد بالمركز الأول وبالصدارة يتقدم بالمركز الأول، بينما المركز الثاني مع حاملة رقم 64 تأتي بالمركز الثاني. ولكن خلاص خلاص يا خلاص، هنا بالمركز الأول السياد، يا السياد السياد راحت، راحت بالمركز الأول، راحت وعين الله ترعاها بالمركز الأول وبالصدارة، قدمت هذه العروض بشعار علي بن خليفة بن رشيد السويدي، غادر إلى بر الأمان، غادر إلى المركز الأول نجم النجوم كما أطلق عليه من المعلقين ومن المتابعين ومن المتيمين لهذا الشعار. علي بن علي بن خليفة بن رشيد السويدي يحسم هذا الشوط، بينما المركز الثاني مع شاهنية قدير محمد الخميس الريدالي، والمركز الثالث ما وصلت حاملة رقم 64، بينما المركز الرابع ما وصل هناك مع تحديات فن لهم بن راشد بن طالب المري، والمركز الخامس ما وصلت فيه هناك الصايبة ومبارك بن حمد بن مبارك الغفلي الواصل مع انطلاقاتي وتحدياتي هذا الشوط. إذن أسياد وعلي بن خليفة بن رشيد السويدي يقدم لنا أسياد في هذا الشوط المميز والانطلاق المثير مع التوقيت الزمني الذي رافق أسياد حتى خط النهاية، 7:40، 5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس إلى علي بن خليفة بن رشيد السويدي، بينما المركز الثاني هناك مع التوقيت المميز والانطلاقات المثيرة وأسياد من حسمت ناموسي هذا الشوط. تهانينا والناموس إلى علي بن خليفة بن رشيد السويدي، والسلامات تتجه إلى جميرة وشواطيها وإلى نجم النجوم والداعم الرسمي لهذه العزبة خليفة بن رشيد السويدي. تهانينا والناموس.